السلام عليكم، ايه يا شباب؟ اتمنى تكون الدنيا كويسة معاكم. نتكلم النهاردة عن الاستابيليتي، اتكلمنا عليها قبل كده باختصار كده في تاني سيكشن تقريبا، وحنا عليها مثال كده سريع. دلوقتي هنتكلم عليها بقى بالتفصيل شوية، وده يعتبر آخر محاضرة للدكتور أحمد إسماعيل. بعديها هتخش خلاص دكتور حنان الاثنين الجاي إن شاء الله. وزي ما قلت لكم، يعني من بعد الميد تيرم الكونسبتس كلها هنلاقيها بقت سهله والدنيا ستريت فورورد شويه، وهتلاقي الماده بقت شبه السيركتس شويه، اللي هي بس شويه مسائل شبه بعضها والدنيا لطيفه. يعني حتى ممكن تحسوا ان السكشن مبقاش ليه لازمه، او يعني ان هو المحاضره او السكشن يعني حاجه واحده منهم، بس تحسوا يعني ان الكلام بقى نوعا ما مفيش جديد يعني. طيب هنتكلم الأول عن معنى الاستابيليتي، نراجع كده بسرعة عن الكلام اللي انتم المفروض عارفينه يعني، وبعد كده عن راوس كريتيريون اللي هي الطريقة اللي بنحسب بيها يعني إذا كان السيستم ستيبل ولا لأ، وبعد كده هنحل بس كام مسألة كده من الشيت. طيب يعني إيه استابيليتي؟ الكونسبت ده من الكونسبت المهمة قوي اللي محتاجين تفهموها، وهتعدى عليكم كتير يعني. انتوا هتشوفوها الترم التاني في الكنترول برضو كتير، وهتشوفوها السنة الجاية في الإلكترونيكس وفي الكنترول برضو يعني. بس يعني هي مهمة عشان اللي عايز يكمل إلكترونيكس، وأعتقد في ناس كتير منكم هتعمل مشروع تخرج أنالوج يعني، هتعدي على الكونسبت ده ومحتاجين يبقوا فاهمين يعني. أعتقد حتى في الأكتيف سيركتس الترم التاني، مش متأكد قوي هتاخدوها في الأكتيف سيركتس ولا تقريبا، أه تقريبا هتاخدوا الأكتيف سيركتس، هتاخدوا فيها الاستابيليتي برضو. المهم طيب يعني ايه استابيليتي؟ هو القصه كلها ان انا اصلا بعمل كنترول ليه؟ تعالى نرجع نفتكر كده، كان في كام نقطه كده كان الدكتور احمد سعيد كان بيقعد دايما يستريس عليهم، مش متاكد قوي اذا كان قالها لكم يعني ولا لا، بس كان بيقول لكم يعني اللي هو انا ليه بحط كنترولر اصلا. فكان الاساس ان هو عشان مثلا اكيب البروسيس فاريبل اندبندنت عن اللود تشينجز، يعني لو انا عندي زي ما احنا عارفين مثلا اي فيدباك لوب كده، سوري اي فيدباك لوب كده مثلا، نطلع هنا مثلا دي كده بلس دي ماينس، فانا مثلا لو دي البروسيس فانا ممكن ايه اخش لي هنا لود، اللود دوت بيدستور البروسيس فاريبل اللي هو مثلا السيت بوينت هنا واقف على فاليو معينه، واللود ده بدا يزيد او يحصل في اي ديستربنس بنلاقي البروسيس فاريبل ايه حصل فيه ديستربنس برضه. واعتقد شفتوا الكلام ده في اللاب اللي هو بتاع كنترول لاب اللي كان في اول ترم خالص سلمناه، كان في حته كده قال لك ايه يعني، جرب ان انت تخليه مانيوال وتسيب اللود وتشوف البروسيس فاريبل اللي حصل، لان ان طول ما هي شغاله في لود اللي هو كان بيربريزنت الديستربنسز اللي شغاله حوالين البروسيس، طول ما في ديستربنسز فالبروسيس فاريبل عمال يفولو التشينجز دي. فانا كان بيبقى هدفي ان انا اكيب البي بي تراك السيت بوينت وامنع الايه الهانتنج. وكان مش عارف اقول لكم هو يعني كلمه هانتنج دي ولا لا، بس ان هو ده كان يعني اول مصطلح يتقال عن ظاهره الانستابيليتي. فاحنا هنتكلم شويه عن الظاهره دي من كذا منظور، من وجهه نظر السيستمز عامه، لو انا عندي فيدباك لوب يعني ايه فيدباك لوب دي انستابل، ومن وجهه نظر هناخد اكزامبل كده يعني للي برضو حابب يعني البفر اللي قدامنا ده مش هنحله ولا حاجه، بس هناخد اكزامبل برضو، بس برضو مش هنحل المسائل، لكن اللي هو احنا بنحاول نفهم انتويتيفلي بالانتويشن. يعني ايه بالانتويشن؟ يعني فيزيكالي انا بحاول اتخيل ايه اللي بيحصل، بحاول افولو السيجنال دي زادت، طب اللي هيحصل هنا من غير ما احط ايكويشنز، بحيث ابقى متخيل ايه اللي بيحصل فعلا في السيركت نفسها. وبعدين هن هن هنعمل بقى بروف ماثيماتيكال صغير كده يورينا، او مش بروف بس يعني اللي هو نفهم ماثيماتيكالي بقى الكلام ده بيحصل ازاي، لان كل مسألة طبعا يعني بتتحل بالماث، ففكرة انك تفهم باي انتويشن بتبقى مش دايما واضحة بالنسبة لناس كتير، لان يعني انت في الاخر ما بتلاقيش مسائل بتختبر الفهم الانتويتيف ده. فاول حاجة يعني غالبا انتوا عارفينها، اول طريقة هنتكلم بيها عن معنى الاستابيليتي، وهي ان انا في الاساس عندي سيت بوينت واقفة مثلا عند 30%، وعندي بروسيس فاريبل واصل عند مثلا 50% مثلا
سبش ذات ان ايه يعني هو المفروض يحصل عند فيك. يعني ده الستيدي ستيت، اللود ده يتحول من زيرو لمثلا 10% برضه، وخلينا نقول ان مثلا مفيش ديستربنس، هو بس التغيير ده هو اللي حصل. بافتراض ان اللود ده بيتجمع على طول على البروسيس فاريبل، فانا هلاقي ان البروسيس فاريبل ده بدأ يزيد عندي كده، او يعني بقى عايز يزيد من 50، عايز يطلع كده لغايه ايه 60. يعني بلاش نقول ان البروسيس فاريبل 50 عشان الناس ما تتلخبطش. خلينا نقول ان السيت بوينت 30 وان البروسيس فاريبل 30 وانا عايزهم يساووا بعض. هو كان ممكن يبقى 50 اكشولي لو في اتش يعني في فيدباك لوب. فهو دلوقتي هنقول عليه ان هو 30 برضه. اول ما اللود هيزيد البروسيس فاريبل انيشيالي ان ان انستنس اوف تايم، هو لقى عنده ان هو عنده مثلا هنا، خلينا نخلي الموضوع يبقى مفصل شويه، شيل مثلا من هنا، وهنقول ان انا عندي هنا في بروسيس وفي كنترولر بقى مثلا احطه هنا مش مشكله، يعني مثلا ده كنترولر بلس بروسيس وفالف مثلا مش مشكله، رحت جامع هنا اللود وبعدين طلعت كده. فلو اللود ده زاد من 0 ل 10% فانا انيشيالي هبقى شايف هنا الفاليو القديمه بتاعتي اللي هي مثلا 30، وهنا بدل ما كان 0 بدا يزيد ل 10، فهلاقي نفسي عايز ازيد من 30 لغايه 40. بس الزياده دي اصلا مش هتبقى يعني مش هتبقى انستنتينيوس، هي يعني هتاخد وقت شويه، تلاقي طلعت كده مش هتبقى على طول كده. فهي عبال ما تاخد وقت ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان ايه؟ ان الـ الزياده دي مثلا هنا كانت 32، هتروح هنا هتجيب لي الايرور ده مش هيبقى 30، هيبقى 30 ماينس 32 مثلا، فدي تبقى ماينس 2. ماينس 2 دي عبال ما تخش في البروسيس الاقيها ايه؟ دي بدل ما كانت 30، لو الفيدباك لوب دي ديزايند مظبوط، الكنترولر ده معمول مظبوط، هتلاقي الماينس 2 دي ظبطت هنا بحيث ان دي بدل ما تبقى 30 تبقى مثلا ايه 28، فتبقى 28 بلس الزياده اللي كانت 2 دي تبدا ايه تنزل لي دي 13، وهكذا. ان انا مثلا لما نفسي عمال كل ما عايز ازيد الاقي اللوب راحت مقلله التشينج، ده اللي احنا كنا بنقوله برضو في اول سيكشن خالص، ده يعني عاملين نعيد ونزيد في نفس النقطه دي. ان انا اي تغيير من اللود في البروسيس فاريبل على طول الفيدباك لوب بتحاول تلغي التغيير ده. فانا بيبقى عندي مثلا لو لو بقى مثلا سيبك من اللود، سيت بوينت راحت زايده كده، تلاقي ان البروسيس فاريبل راح ايه بدا يفولو اللود دي، بدا يفولو ان هي يطلع معاها ويشوف لغايه ما يوصل لها، لغاية ما يوصل لها هنا كده. خلينا نعمل ألوان مختلفة عشان برضه الفكرة واضحة. لو ده مثلا process variable وأنا هنا يعني لا إيه ده؟ تاني معلش. مثلا ايه دي الليمت بتاعي خلاص اللي هو عنده هيحصل اللي هو المفروض يوصل له، الاقي ان هو مثلا ايه يعني بيبدا المفروض لو هي فيرست اوردر لاج، الاقي ان هو بيقرب كده لغايه ما بيوصل له. كنا على هذا الاساس رحنا قايلين ايه في فيرست اوردر سيستم وسكند اوردر سيستم، وعندي في زيتا وميجا ان وممكن يبقى اندر دامب و و و، بناء على ايه التصنيف ده كان بناء على الريسبونس سرعته عامله ازاي. فانا في الاساس بلاقي ان السيت بوينت لما تتغير المفروض البروسيس فاريبل هيفولو السيت بوينت دي، بس هيفولوها ازاي؟ ممكن يفولو بالشكل ده لو هو ايه؟ لو هو فيرست اوردر لاج. لكن لو اللوب دي شكلها مختلف او ديزاين بشكل مختلف، ممكن ان انا اسرع الريسبونس شويه، بس الاقي ايه؟ الاقي ان هو راح، لو هو برده كده هو راح طالع، بس لما عداها ملحقش يعرف ان هو عداها. يعني ايه ملحقش يعرف ان هو عداها؟ يعني لما وصل للفاليو دي هو ايه اللي هيثبته عندها؟
ايه اللي هيخليه مثلا لما يوصل هنا يكمل بدل ما يفضل مطلع فوق؟ هو هيكمل كده لو البروسيس دي، يعني اول ما السيت بوينت دي مثلا طلعت كده، يبقى انت محتاج البروسيس دي تخليها برضه تطلع كده على طول، لكن ده مش بيحصل. بيبقى في البروسيس والكنترول دول او البروسيس والكنترولر بيبقوا الريسبونس بتاعهم بيفانكشن في التايم، فبيبقى في شويه ديلي بمعنى اصح. الديلي ده بيخلي الستيب دي مثلا بدل ما تتنقل كده تلاقيها اتاخرت شويه كده، يخليها مثلا تطلع بشكل عامل كده بتاع، يقعد يخليها ايه بتغير بشكل معين، بحيث ان انا كبروسيس فاريبل عقبال ما يوصل لي ان انا هنا اكون انا ايه، يعني انا اكون عمال ازيد ازيد ازيد، هو خلاص انا عرفت ان انا محتاج ازيد، افضل ازيد 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 لغايه ما خلاص انا وصلت هنا. وصلت هنا دي معناها ايه؟ معناها ان ايه بقى زيرو. الزيرو دي ما تلحقش عقبال ما الزيرو دي توصل لغايه البروسيس فاريبل وتقول له اثبت عندك، يكون البروسيس فاريبل طول شويه فوق، فيقوم ايه؟ فيقوم نازل خلاص. هيلاقي له، هيلاقي بقى نفسه ايه؟ هيلاقي نفسه في الحته دي مثلا بقى كبير، بقى اعلى منها، فيقوم يجي هنا ايه؟ يلاقي السيت بوينت بقت ماينس رقم اكبر منها، الايرور بقى نيجاتيف، فيروح قايل له لا انزل تحت لان الايرور بقى نيجاتيف، فيقوم ايه نازل. فلما يجي ينزل نفس الكلام وهكذا. فتاني كده تاني، عشان انا حاسس ان الناس ممكن تتوه شويه في اللي كنا بنقوله ده، انا في الاخر عندي فيدباك لوب ايا كانت الكومبوننتس بتاعتها عامله ازاي. انا عندي في الاخر فيدباك لوب هي هدفها واضح جدا، بما انها من ساعه تانيه، بما انها نيجاتيف فيدباك، يبقى الايرور سيجنال دي انا هدفي ان انا ايه اوصلها لغايه زيرو. هدفي يعني ايه هدفي ان انا اوصلها لغايه زيرو؟ يعني لو السيت بوينت دي هي اللي انا بايديا، دي الانبوت بتاعي، والبي في هي الاوتبوت بتاعي، يبقى انا الانبوت ده كل ما هيتغير الاوتبوت هيقعد يفولو الانبوت such that الايرور يبقى قليل جدا. فهنا مثلا الانبوت راح زايد، يبقى الاوتبوت هيبدا يزيد 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 يزيد، اللوب هتقول له كده، تقول له اقعد اطلع 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 لغايه ما اول ما توصل اللوب عايزاه يقفل هنا. لكن ده مش هيحصل. مش هيحصل ليه؟ عشان زي ما بنقول في ديلي ما بين النقطه دي والنقطه دي، فهو هيروح طالع لكده. طول ما هو بيطلع، كل ما هو يعني كل ما الايرور طول ما البي في اصغر من السيت بوينت، هي ايه اللوب هتقول له اطلع لفوق، لو اكبر اللوب هتقول له انزل لتحت. طب لو وصل هتقول له اثبت، بس هتقول له كده متاخر شويه، تمام؟ فهتلاقيه راح عامل كده، دي راح طلع لو هو المفروض يثبت هنا، هي تقعد تقول له اطلع اطلع لغايه ما يوصل هنا، تروح قايله لا انزل ينزل ينزل، تقول له لا اطلع، بس تقول له يكون هو وصل هنا، هتقول له لا انزل، وهكذا لغايه ما ايه، لغايه ما الاوسيليشنز دي تثبت عند انفينيتي. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن تثبت عند انفينيتي؟ والله هي المفروض ان هي هتجي، بس لو انا بديزاين اللوب دي بحيث مثلا ان الديلي ده كبير قوي، فاللي هيحصل ان ايه؟ ان اللوب بتتاخر عقبال ما تكلمه. يعني ايه؟ يعني هنقول مثلا ايه الريسبونس هنا هيبقى لونه مختلف. يعني هو هنا قالت له اطلع لفوق، قام بدأ يطلع، طلع 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 طلع، فضل مكمل فوق لغايه ما قالت له لا انزل، بس قالت متاخر قوي لان الديلي كبير، راح نازل نزل 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 نزل، قالت له لا اطلع فوق، بس برضه اتاخرت وهكذا. فممكن نفسي ايه، الاقي ان انا عندي اوسيليشنز دي ايه، مش بت مش بت مش بتدامب او مش بتديكي، اللي بيسموها سستيند اوسيليشنز، او كمان ممكن تبقى جروينج اوسيليشنز، اللي هي الايه، اللي هي الانستابيليتي او الايه او الهانتنج. ليه بيسموها هانتنج؟ من اسمها كده تحس ان ايه، ان البروسيس فاريبل بيهانت السيت بوينت وبيدور عليه مش عارف يوصل، يلف حواليه بس مش عارف يوصل. طبعا ممكن واحد يقول لي لا ده السستيند اوسيليشن دي اللي هيك، لكن unstable هو ايه growing oscillations. اوكي، ما هو يعني scientifically او scientific terms هي كده او مظبوط، بس انت في الاخر ما دام انت يعني انت in general انت عايزه يبقى stable، فانت بالنسبه لك كمان critically stable انت ممكن تعتبر ان كده خلاص برضه بالنسبه لك unstable. بس يعني عامه ك definition ك definition sustained oscillation هو critically stable يعني. لكن احنا بنقول ان لو الديلي ده كبر قوي، اذا ايه انا بقيت ابطا في ايه، في ان انا اخد القرار، فبالتالي انا نفسي ايه اقرب ان انا ابقى انستيبل كده. طيب فده كده فهمني شويه من ناحيه الفيدباك لوب امتى، او يعني ايه اللي بيحصل اللي يخليها انستيبل.
لكن احنا ما شفناش لغايه دلوقتي ماثيماتيكالي وبالديزاين ايكويشنز وبالبارامترز، ويعني اللي هو انا ازاي بايديا اخلي الكلام ده يحصلش، لكن فهمنا كده ان بالسنس كده انت يعني ده بيحصل بسبب كده. فده ايه، ده اللي كنا بنقوله، دي اول مثلا طريقه ممكن نتكلم بيها. بعد كده احنا ممكن نتكلم بشكلين بقى على ايه، على اكزامبل برضو قدامنا نحاول برضو نفهمها، بس بشكل مش بقى على بلوك ليفل، على اكزامبل قدامنا في السيستم. انا مثلا عندي في بفر بالشكل ده، احنا عارفين اوريدي من الاوب امبس في سنه تانيه ان، وانتوا عارفين اوريدي برضو دلوقتي انتوا واخدين الترانس كلها دلوقتي فيها اوب امبس، يعني عارفين طبعا ايه ان دام ده نيجاتيف فيدباك يبقى في بلس بتساوي في ماينس يبقى في ان هنا برضو. يبقى انا لو حطيت هنا مثلا كاباسيتور، تعالى مثلا يعني نزود شويه على الرسمه دي، لو انا حطيت هنا مثلا كاباسيتور كده، فانا عارف ان ايه، ان الفي اوت هتساوي في ان وخلاص، يعني الموضوع واضح مش مشكله. طيب بس انا دلوقتي لو الفي ان دي رحت انا مدخل عليها ستيب مثلا، انا عارف ان انا ايفينشولي المفروض اوصل لفي ان من النيجاتيف فيدباك عادي. بس لو انا جيت برضو فكرت المنظر اللي قدامي ده مش بقى من الالكترونكس او يعني من السيركس شويه مع فكره الفيدباك نفسها، فانا ممكن اقول ايه، اقول ان والله ده اوب امب في الاساس، ده دي موديل اقوى شويه من اللي احنا بنعمله. انما ايه، مثلا في عندي هنا ريزيستور وهنا في ايه حاجه كده ايه في في بلس ماينس دي ماس في دلتا مثلا، ودي هي البي دلتا. طيب وبعدين وبعدين انا ممكن اقول ايه بقى برضو، ان انا اجي فولو اللي بيحصل، هو لما دي بقت بلس كده انيشيالي عند النقطه دي كده بالظبط، انا عندي هنا دي ما زالت الفاليو القديمه بتاعتها اللي هي كانت بتساوي في ان. فاذا لو دي طلعت مثلا بدلتا، يبقى انيشيالي عند اللحظه دي، خد بالك انا عايز اشوف ريسبونس وان تايم، فالنقطه دي عباره عن ايه، عباره عن ايه دلتا، احنا عارفين طبعا ان ايه دي كبيره جدا في الاوب ام، فانا النقطه دي كده كفولتج بقت كبيره جدا، والنقطه دي ما زالت عند الفاليو القديمه دي في ان، في ان مثلا اوف زيرو. فاذا انا اقدر اقول ان النقطه دي كبيره جدا، والنقطه دي يعني صغيره، ممكن تقول النقطه دي مثلا في دي دي، يبقى كده انا عندي في كرنت كبير جدا هي ماشيه الناحيه دي، كبير جدا صح. طيب الكلام ده هيبدا ايه، هيتشارج الكاب. الكاب ده لما يبقى تشارج، كل ما الفولتج بتاعه يزيد، كل ما الفرق ما بين الاثنين فولتجز دول يقل، كل ما الكرنت نفسه يقل. الفولتج هنا هو ايه، خد بالك احنا بنتكلم لغايه دلوقتي يعني سيركتس، مش بنتكلم ايكويشنز خالص. انا عندي ده فولتج كبير وده فولتج صغير، يبقى دلتا في على ار هتجيب لي اي كبير، الاي بيشحن الكاب، كل ما هيشحن الكاب الفولتج ده هيزيد، كل ما هيزيد فرق الفولتجز دول هيقل، لان ده زاد، كل ما هيقل الكرنت ايه؟ هيقل. اذا لما الكرنت يقل اللي يحصل ايه؟ التشارجنج بتاعه هيضعف، فالفولتج بدل ما كان بيزيد لينير هتلاقيه بدا يضعف كده، هتلاقيه ما بقاش بيزيد بنفس الريت، تلاقي الريت اللي بيزيد بيه بيقل. مش بس كده، ده الفولتج ده لما بيزيد النقطه دي كمان بتزيد معاه، فبتقرب من دي، فالفرق ما بينهم بدل ما كان دلتا، كان دلتا على 2، دلتا على 4 مثلا، فكمان الفولتج ده بيقل، فده بيقل وده بيزيد، ده برضه بيخلي الكرنت يقل اكتر. يفضلوا كده لغايه ما ايه اللي يحصل، لغايه ما الاقي نفسي اسيمتوتيكلي بابروتش الفاليو اللي انا المفروض اوصل لها، اللي هي ايه، اللي هي في ان الجديده. وده يعني الفيزيكال مينينج او الفيزيكال اكسبلانيشن شويه بتاع التشارجنج كاب، الكويشن بتاعت التشارجنج كاب معروفه، اللي هي او اللي هي بتاعت فيرست اوردر لاج، يعني اللي هي فيرست اوردر لاج، يعني السيستم بالمنظر بتاعه ده يعتبر فيرست اوردر لاج. طيب هتيجي تعرف ان شاء الله الترم السنه الجايه ان الاوب امب مش بس ار وسي، لا ده بيبقى فيه كذا ار سي، هو حتى انتوا من الفريكونسي ريسبونس بتاع السنه اللي فاتت انتوا عارفين اوريدي ان بيبقى فيه كذا بول في السيركت العاديه. فانا ممكن اقول ايه، ان انا كمان عندي في كاب مثلا هنا وفي كاب تاني هنا وريزستور تاني هنا، دول جم منين؟ يعني انت ممكن تقول ان انت لو عايز تعمل موديل يعني اقوى للاوب امب، الاوب امب في الاخر عباره عن ايه، يعني خلينا كده نفكر برضو الكلام ده تاني، الكلام اللي انا بقوله ده كله يعني
ده ايه اللي عايز يفهم اكتر، او اللي عايز يشوف شويه اكزامبلز اكتر على الاستابيليتي، لكن ده مش هتسيله فيه. اللي بقوله ايه هنا، ان الاوب امب اصلا هو سيركت في الاخر، سيركت مكون من ترانزستورز، هي ديفرنشال امبليفاير اصلا، يعني انتوا خدتوه يعتبر السنه اللي فاتت، بس يعني بيحط لي شويه حاجات تانيه كده وبيبقى اقوى شويه يعني. يعني هو بيزيكلي هو ديفرنشال امبليفاير بس بيبقى ليه سبيكس معينه يعني. فبالتالي انا لو هعمل له موديل، فممكن الموديل ده فعلا لو هو موديل دقيق شويه يبقى فيه ايه، يبقى فيه ار وسي وار وسي. طيب فاذا ده كده بيعبر عن اوبام حقيقي. طيب لو حصل كده ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان لو احنا مشينا بنفس الابروتش اللي احنا قلناه دلوقتي، ان انا عندي في الاول دلتا، الدلتا دي نعملها بلون تالت، اتمنى الدنيا تبقى واضحه بقى بالنسبه للناس، دي مثلا بالاحمر. الدلتا دي مثلا فعلا بقت ايه، دلتا برضو عادي جدا. الكرنت بس خد بالك، انا هنا مثلا كان عندي دي في ان اوف 0، دي مثلا ايه النقطه بقى اللي في النص دي، ممكن تعتبرها كانت نقطه ان بتوين يعني. ممكن مثلا لو اعتبرت الريزيستورز دي بتساوي بعض، فهي مثلا ايه A بلس 1 على 2، يعني ايه على 2 مثلا في بي ان، او يعني خلينا نقول ايه، يعني بلاش حتى نقول كده، اندو هنا مفيش اندو، ان انا مثلا انيشيالي قبل ما اعمل الستيب دي اللي هناك كانت في ان. طيب والنقطه دي كانت بكام؟ يعني اي حاجه، هي اكيد كانت اعلى من دي، او كانت يعتبر بتساويها يعني في ان 0 مثلا، لان خلاص كانش في كرنت يعني. فلما دي بقت ايه دلتا، هو الاول تشارج الكاب ده بنفس الميثودولوجي اللي احنا قلناها، الاول برضه ظهر لي كارنت هنا، لكن اول ما الكاب ده بدا يتشارج راح بدا برضه يطلع منه كارنت، يتشارج الكاب ده كمان، فبدات دي تزيد. فنفس الايفكت هيحصل، بس الفرق ايه، ان بدل ما الفي ان اللي في الاخر او الفي اوت يعني كانت بتتشارج على طول بين النود دي، لا بقت بتشارج عن طريق نود تانية في النص. وبالتالي ممكن لو انت جيت تفولو الكلام شويه، ان والله لو الفي دي وصلت لغاية ال كده، لغاية ما وصلت لغاية النقطة دي مثلا اللي هي دلتا، افترض مثلا انيشال فاليو كانت زيرو، فلما تلاقي دي دلتا الاي دلتا هتبقى بزيرو. طب خلاص تمام، اي دلتا زيرو، او يعني خلينا نقول ايه، ان هتبقى الاي دلتا يعني الدلتا هتبقى صغيرة قوي والاي كبيرة قوي، فهيطلع هنا خلاص هيطلع لي هنا الفاليو بتساوي مثلا الفي الاخرانية دي، بس هيكون الكابل في النص ده لسه عمال يفرغ، هتلاقي النقطة دي بعد ما وصلت كده رجعت طلعت لفوق أكتر لغاية ما خلاص الراجل ده فضل، بس دي لما طلعت لفوق أكتر هي إن دي بقت نيجاتيف، لأن دي طلعت لفوق كده، لأن دي تبقى نيجاتيف، النقطة دي هتقوم نازلة لتحت، هو مبدأ إيه أشد بقى كارنت من الناحية دي، يبقى هرجع أقول له شد كارنت من الناحية دي، فلا إيه فلا نزلت تحت تاني. فده نوعا ما بيريبريزنت النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها، إن إيه، إن الشكل بتاع الأوسيليشنز ده بيظهر ليه، هو في الاخر ظهر لما بقى عندي اتنين ار سي اللي هما تو بولز، اللي هو بمعنى ان بقى سيكند اوردر سيستم. ولو احنا برضو فكرنا انتيوتيفلي كده، طب انا ازاي اضمن ان ده ما يحصلش، او يعني ازاي الاوسيليشنز دي اقللها على قد ما اقدر، فلو الكاب ده مثلا اصغر بكتير من الكاب اللي هناك فممكن ما ياثرش فيه قوي، لكن لو هما الاتنين ارقامهم قريبه من بعض دي تبقى مشكله بالنسبه لي، وده فعلا بيتقال في الالكترونكس السنه الجايه. طيب اخر حاجه هسه هنقولها في النقطه دي عشان ما نبقاش ضيعنا فيها وقت كتير، ان احنا برضو ممكن نفكر في الاستابيليتي، بمعنى ايه، ان مثلا لو انا عندي نفس المنظر ده كده، المنظر ده على بعضه مثلا، لقيت ان السيجنال عم تخرج من هنا لهنا، خلينا برضو اعملها بلون تاني معلش، بتاخد مثلا ديلي، الديلي ده بواحد نانو سكند مثلا، واحنا عارفين ان الستيب اللي انا بدخلها هنا دي هي عباره عن من فورير مجموعه ساينسويدز بامبليتيودز مختلفه وفريكونسيز مختلفه. طيب فلو انا دلوقتي قلت دي عباره مثلا عن ساينسويد كده معديه الناحيه دي وفريكونسيز مختلفه، لو جيت اجيب ساين معينه لما الساين دي تديلي هنا وترجع هنا كده تطرح، تخيل كده لو الساين دي
الديلي اللي اخرها ده خلاها تبقى عامله ازاي. انا مثلا عندي هنا دي الساين الاصليه بتاع السيت بوينت، والساين الثانيه الديليت كانت ايه؟ كانت مثلا ديليت واحد نانو، واحد نانو كده مثلا. طيب لو الديلي ده بيساوي نص بيريود بالظبط، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى منظرها عامل كده، هتبقى منظرها بالظبط ايه؟ هتبقى منظرها ان انا عايز اطرح من الساين اللي فوق دي ساين تاني عامله كده اهو، دي لما تطرح منها يعني انا ايه بضربها في نيجاتيف 1 وبجمع، فهلاقي ان انا ايه بجمعها عليه. فاذا النيجاتيف قلبت بوزيتيف، او بمعنى اصح النيجاتيف فيدباك بقى بوزيتيف فيدباك، فما بقاش ستيبل. يبقى تاني انا ممكن بمنتهى البساطه بتفكير كده بهدوء ان انا اقول ان السيت بوينت بتاعتي انا لو هي عباره عن ستيب زي ما احنا عارفين، فالستيب دي عباره عن انفينيت فريكونسيز، كل فريكونسي منهم بامبليتيود معين، انفينيت ساينسويدز كل ساينسويد بامبليتيود وفريكونسي معين. طب ما ممكن ساينسويد معينه لما تعدي من الديلي ده يكون الديلي ده بيساوي نص بيريود بتاعتها، هم فريكونسي مختلفين، فممكن يكون الفريكونسي بتاعها بيساوي واحد على تي، تي هي ضعف الديلي. هتقول لي ما مش شرط، ما هي هما يعني هي بتبقى ديسكريت فريكونسيز ان ان اف. هقول لك لا، ما هي دي ستيب فدي مش بيريودك، دي ابيريودك. فانت ممكن تقول ان انت بتجيب لها فيوري ترانسفورم، فانت كده عند اي عندك ساينسويدز باي فريكونسي كل الفريكونسيز كفر عندك. فانت مثلا بالمنظر ده لو التي بتاعتك بتساوي 2 نانو، which means مثلا ان الفريكونسي بيساوي مثلا 500 ميجا، فهيحقق الكونديشن ده. طيب امال انا ازاي اضمن ان ده مش هيحصل؟ فدي برضو من الحاجات اللي هنشوفها بعد كده، ان بتبقى انت محتاج تضمن ان الجين ده بتاع البلوكات دي عند الفريكوانسي الكبير قوي ده بيغرب فريكوانسي كبير طبعا، لان الديلي صغير اكيد بيريد تبقى صغير اللي بتكورسبوند الكلام ده. فانت عايز تضمن ان الجين هنا اصغر من واحد، واصغر من واحد بشويه صغير بشويه كبار، اصغر من واحد قوي يعني، بحيث ان انا لما اجمع اعرف ان انا بجمع حاجه صغيره، فمهما اتجمعت على بعضها مش هتاثر كتير في السيجن بتاعتي، مش هتعمل جروينج ساينسويد. جروينج ساينسويد اللي هتروح الانفينيتي دي مع ان انا بجمع رقم اكبر من واحد، اللي هي بتبقى حاجه بالمنظر ده. دي كده انا بجمع مثلا 1 بلس a بلس a سكويرد وهكذا، والاي دي اكبر من واحد. لكن لو الاي اصغر من واحد هتلاقي ان هي في الاخر بتساتيوريت على حته معينه كده، هتلاقي ان هي مش بتجرو يعني. طيب يبقى تاني كده نلخص اللي احنا كنا بنقوله. احنا بنقول لغايه دلوقتي ده معنى الستابيليتي. ايه معنى الستابيليتي؟ معنى الستابيليتي بنحاول نفهمه intuitively عشان نبقى فاهمين بس معنى اللي احنا بنعمله. وتاني الكلام ده مش هنسال فيه معناها ايه. زي ما قلنا ان انا ال PV بيحاول يوصل للست بوينت، وقلنا هو بيحاول يوصل لها ازاي، ان ممكن ايه اول فكره فكرنا فيها وان فكره الهانتنج دي، ان هو وقت ما يلاقي نفسه وصل لها بياخد وقت شويه عبال ما يدرك ان هو وصل لها ومحتاج يثبت، فيلاقي نفسه اتاخر وبيلاقي ينزل تحت. تاني فكره قلنا لو احنا خدنا اكزامبل البفر ده، فانا عبال ما بتشارج الكاب ده برضو ايه ممكن كابلكيشن اللي احنا بنقوله ان نلاقي ان وقت ما الفي اوت بتوصل للفي ان والفولتج هنا ده يظبط ويخليني فعلا مش محتاج اكمل تشارجنج، يكون لسه الكاب اللي في النص ده بيتشارج، او يكون لسه الكرنت مكمل عليه تشارجز فلسه عمال تديسشارج في الكابل في الاخر، لغايه ما ايه لغايه ما نلاقي ان انا زودت كمان على اللي انا عايزه. وقلنا ان دي كده معناها ان لو انا السيستم اللي عندي ده فيه كذا بول، احنا قلنا الار او سي دول يعتبروا بول، يعني كل ار او سي بيعبر عن بول، فلو في اكتر من بول يبقى انا متوقع ان هو هيطلع انستيب. مش متوقع، يبقى انا محتاج اخاف من الاستابيليتي. لو اللوب اللي في يعني لو الاوبن لوب بقى، يعني لو انا قبل ما اقفل اللوب لو الجين بتاع البلوكات اللي في النص دي في اكتر من بول، يبقى محتاج ان انا اتشيك على الاستابيليتي واتاكد انها فعلا هتبقى مظبوطه لما اقفل اللوب بتاعتي، عشان الفكره اللي احنا قلناها. والتاني بعد كده اخر فكره قلناها ان ممكن اقول ان ايه ان في الاخر البلوكات دي برضو بتعمل ديلي، الديلي ده ممكن يحقق الكونديشن ده عندي. طيب ماثيماتيكالي، والماث هنا
هيبقى اسهل حاجه اكشولي. انا بتشيك ازاي على الاستابيليتي؟ احنا لو نفتكر بقى الكلام اللي كان بيتقال في المحاضره، ان انا بيبقى عندي فيدباك لوب بالمنظر ده، فببقى عارف ان الترانسفير فانكشن على بعضها اللي هي بتساوي بروسيس فاريبل على السيت بوينت كانت بتساوي ايه؟ بتساوي جي اوفر 1 بلس جي اتش. فكنت بقول في الاخر انا محتاج ان الترانسفير فانكشن ديت الدينوميريتور بتاعها هي بتساوي حاجات على حاجات. الدينوميريتور ده اروح ايه مساويه بزيرو واسميه الكاركترستيك ايكويجن. وكنت بقول ان الزيروز بتاعتها هي الايه؟ هي البولز، وان البولز دي لازم كلها تبقى الريال بارت بتاعها لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى اصغر من الزيرو عشان يبقى ستيبل. طيب الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من الاخر، من السيستمز، من السيجنالز السنه اللي فاتت، سيجنالز سيستمز يعني، لان هي اكشلي كان اسمها سيجنالز اند سيستمز، فعشان كده ممكن تبص لماده السيجنالز دي على انها مقدمه للكوميونيكيشن وللكنترول. لان يعني فعلا انتوا هتلاقوا ان احنا يعني زي ترانسفورم اللي انتوا خدتوه فيها ده هترجعوا له تاني في الكنترول السنه الجايه. فهو فعلا الماده بتاسس للاثنين، مش للكوميونيكيشن بس يعني. المهم كنا بنقول هناك ايه؟ كنا بنقول ان انا لو عندي سيستم بيبتدي ترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن دي اللي هي الاتش اوف اس دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن مثلا اوتبوت على انبوت، صح؟ في الايه؟ في الاس دومين. او ممكن اقول ان هي عباره عن الاوتبوت لو الانبوت يساوي واحد. طب هو واحد في الاس دومين، هي مين في التايم دومين؟ دلتا امبلس ريسبونس، هي الانبوتس نفسها يعني، which means ان ال h of s اللي هي output of over input اللي هي transfer function دي هي في ال time domain مين؟ ال h of t اللي هي الانبوتس response. حلو، يبقى انا كده كان لو نفتكر كانت معنى الانبوتس والانبوتس response ده كان ايه؟ كنا بنقول ان والله انا عندي اي input اقدر اعبر عنه بمجموعه من الانبوتس الايه؟ الديليت والسكيل، دول بيريبريزنتوا اي signal عندي بما فيهم الستيب. وبالتالي فالإمبلس ريسبونس بيعبر عن الريسبونس بتاع السيستم لأي إنبوت عندي. كنا حتى بنستخدم الكونفوليوشن عشان نعرف الأوتبوت عبارة عن إيه given الـ h of t، أو بمعنى صح عشان نحسب الأوتبوت بس في التايم دومين مش في الفريكونس دومين أو مش في الإس دومين يعني. طيب أنا دلوقتي لو طلع لي الـ h of s اللي هو ترانسفير، خد بالك بقى إحنا هنا ماشيين من الناحية التانية، إحنا هنا رحنا جايبين البلوكات في الإس دومين، طلعنا منها الـ h، وطلعنا منها الترانسفير فانكشن كلها، طلعنا يعني h وg وطلعنا الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن في الحاله دي طلعت لي الدينوميتور بتاعها مثلا في s بلس 1 و s بلس 2. ما دام الدينوميتور فيه كده فانا عارف ان انا ممكن احول بالبارشال فراكشنز لحاجات مقسومه على s بلس 1 بلس حاجات مقسومه على s بلس 2. وانا عارف برضو ان ما دام انا عندي اكسبريشن في الاس دومين بالشكل ده فاكيد ده في التايم دومين هيكون ايه؟ حاجات فيها اكسبوننشال لايه؟ ماينس تي في واحد، وحاجات تانية اي تو ذا ماينس 2 تي، مين الاثنين ومين الواحد اللي هما دي الارقام دي، او الروتس بتاعتي ان هنا اس لو الدينوميتور بيساوي 0 فالاس بتساوي نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2. فاذا انا عرفت ان ما دام انا عندي بولز، ما دام الاتش اوف اس في ارقام في الدينوميتور بتخليها بزيرو، فالارقام دي بتكورسبوند لان انا لما ارجع احول ال h of s دي او الترانسفير فانكشن دي للتايم دومين الارقام دي هتطلع لي في اكسبوننشال. والارقام دي او الاكسبريشن اللي في الاخر ده بيعبر عن مين؟ بيعبر عن ال h of t اللي هو الامبلس ريسبونس. والامبلس ريسبونس بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الريسبونس بتاع السيستم لاي انبوت داخله، لان اي انبوت عباره عن مجموعه من الدلتاز السكيلد والايه؟ والشيفتد زي ما كنا بنقول. فانا كده عرفت ان ما دام انا عندي h of t فيها negative exponentials يبقى اي دلتا هتخش الريسبونس بتاعها هيبقى فيه negative exponentials مش هيروح لانفينيتي. يبقى لو انا دخلت اي input بما فيهم الدلتا نفسها وبما فيهم sinusoid بما فيهم اي حاجه فانا عارف ان عمر من الاوتبوت بتاعها هيروح لانفينيتي. ليه؟ لان الاوتبوت بالنسبه للدلتا اللي هي وحده القياس او اليونت اللي انا بقيس كل حاجه بالنسبه لها، او ان انا بريبريزنت كل حاجه in terms of it، ال response من الدلتا دي مش بيروح لانفينيتي، بيروح لزيرو. وعشان كده كنا بنقول ان الهدف الاساسي بتاعه هو ايه؟ هو ان انا اشوف زي ما قلنا
الكاركترستيك ايكويشن بقى اللي هي دي نوريتور بتاع الترانسفر فانكشن بتاعت السيستم كله. لما اسويها بزيرو واطلع الروتس، انا عايز الروتس تبقى ايه؟ ما يسمى بالليفت هاف بلين، يعني ان الريل بارت يكون اصغر من زيرو. يعني زي ما قلنا ده بيكورسبوند لايه؟ لان الامبلس ريسبونس يبقى فيه اكسبوننشالز بالنيجاتيف. تمام الحته دي؟ الهيصه اللي انا قلتها دي اي حد عنده لغوطه فيها يا ريت تبعت لي، او الكومنت مثلا. انا غالبا هيبقى تواصل من خلال بلاك بورد يعني، بس هنشوف يعني هتواصل معايا بأي طريقة، فين توصلوا لي ازاي يعني. المهم لو في حد مش فاهم حاجة في الكلام اللي بنقوله ده يا ريت يقول، زي ما قلت الكلام ده conceptual عشان تبقوا فاهمين، لأن concept الاستابيليتي هيعدي عليك كتير، محتاج إن أنت تبقى فاهم شوية التربيطة ما بين الماث والسيستم ليفل والـ examples بتاعت السيركتس نفسها، تبقى متخيل شوية الحاجات دي كلها على بعضها إيه، عشان بعد كده هتلاقي الكونسبت بيعدي عليك كتير وبتبص لهم من زاوية مختلفة. خلاص نرجع كده اخر حاجه بس هقولها، ان احنا في السيجنلز اصلا كان الديفينيشن بتاع الستيبل سيستم هو ان انت لو دخلت له باوندد انبوت هيطلع باوندد اوتبوت. هو ده اللي احنا بنعمله، ان انا كده كده بدخل له انبوتس ايه ستيب، بدخل له احنا كده كده بنقيس على الامبلس ريسبونس، امبلس انا مدخله دلتا هيروح على انفينيتي، بس هي عشان رايح الانفينيتي في تايم ايكوال زيرو تقريبا هتظهر باوندد ايه؟ الانتجريشن بتاعها بيساوي واحد في الاخر. فانت في الاخر بتدخل له الدلتا دي، يبقى المفروض ال اتش اوف تي بتاعتها تطلع برضو ايه؟ باوندد. وبالتالي فهي الفكره كلها مبنيه على كده. طيب نخش بقى ايه؟ يعني تو ذا بوينت بقى شويه. تاني انا دلوقتي بقى عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي كل هدفي ان انا عندي سيستم زي اللي فوق ده كده، فيدباك لوب جميله، فيدباك لوب دي انا عايز اشوف هي ستيبل ولا لا، يبقى انا محتاج اجيب الكاركترستيك ايكويشن، يعني اجيب ترانسفير فانكشن، اجيب الدينومريتور بتاعها اساويه بزيرو، اجيب الروتس اشوف الروتس دي الريال بارت بتاعها بوزيتيف ولا نيجاتيف، طلع بوزيتيف يبقى ده انستيبل، طلع نيجاتيف يبقى ده ستيبل. طيب والله قال لك المشكله ان ممكن اللوب دي تبقى مفلكعه شويه، بحيث ان الترانسفير ان الكاركترستيك ايكويشن تبقى معقده شويه، يبقى فيها اس باور 4 واس باور 5 واس باور 6، ما تعرفش تحلها بالكالكليتور. بعد ما انت حليتها بالكالكليتور مثلا ما تعرفش تحلها برضه على ايدك، ولو حليتها بالكالكليتور هيطلع لك روت واحد بس، انت عايز كل روتس عشان تتاكد ان كله البوزيتيف او الريبورت بتاعه نيجاتيف. فراح قال لك طيب احنا دلوقتي ممكن نخش نيوميريكال سوليوشنز للايكويشنز، بس انت مش عايز، ما يهمكش الحلول نفسها على قد ما يهمك بس تعرف هل ريال بارت بوزيتيف ولا لا. فجماعة بتوع الماث قالوا لنا بقى ايه؟ قالوا لنا في حاجة اسمها راوث كريتيريون. ايه راوث كريتيريون ده؟ راوث دي طريقة بتست بيها هل الايكويجن اللي انا مديها لك، انا عندي ايكويجن دي حاجة ماثيماتيكال صرف، عندي ايكويجن هل الروتس بتاعتها الريال بارت بتاعها بوزيتيف؟ والطريقه دي بتقول لك على شويه خطوات كده، يعني زي ما قلت لكم هي في اخر الماده بتبقى سيستماتيك، هي سيستمز سيستماتيك اسمها كده، اي طريقه هتحل كام مساله، هتعوض الطريقه، هتعرف تتعامل بيها ازاي، هيجي لك في الاخر امتحان يعني مهما كان ما يبقاش فيها تاليف اكتر من الافكار اللي بتتسال في محاضرات السكاشن يعني. بتطبق الطريقه تشوف في الاخر الطريقه بتقول ايه، الطريقه هتقول لك والله ده بوزيتيف، في بوزيتيف الريال بارت بتاعته بوزيتيف، الريال بارت بتاع الروتس بتاعته بوزيتيف تمام، يبقى ده انستيبل، لا نيجاتيف يبقى ده ستيبل. نوعيه الاسئله عامه بتيجي بس في شكلين، يعني شكل ان انت يجيب لك فعلا كاركترستيك ايكويشن ويقول لك مثلا شوف هي ستيبل ولا لا، او يديك مثلا بلوك دياجرام وانت تجيب ترانسفير فانكشن وتقول له هي ستيبل ولا لا، او العكس ان هو يدي لك بلوك دياجرام مثلا او كاركترستيك ايكويشن فيها حاجه فاريبل ويقول لك الفاريبل ده عشان السيستم يبقى ستيبل محتاج يبقى كام؟ دي يعني بتبقى ارخم شويه وهنعدي على نوعيتين من المسائل. المهم دلوقتي راجع الطريقه بسرعه، انا مثلا لو عندي حاجه ايكويشن بالمنظر ده اس باور 4 مضروبه في اي 4 اي كيو اي 3 اس كيوب اي 2 اس سكويرد اي 1 اس واي نود، فهو بيقول لك والله انت تحط هنا اس باور 4 وتحط الكوفيشنت بتاع اس باور 4 الكوفيشنت بتاع اس سكويرد والكوفيشنت بتاع اس 0، تاخد يعني الايفن كوفيشنت، ترجع في الاس كيوب تحط الاود كوفيشنز، وبعد كده اس سكوير تبدا ايه تروح عامل الدينوميتور ده، ان ده في ده ماينس ده في ده
على نيجاتيف الايه الكوفيشنت نفسه بالمنظر ده كده. هتيجي هنا برضو نفس الكلام، تقول له ده في ده اللي هو بزيرو ماينس ده ده على الاي 3 برضو زي ما احنا عارفين كده. واس 1 بترجع تعمل نفس الكلام بس بيزد على اثنين روز فوقيك، دايما بتبص على اثنين روز فوقيك، تبص على الرول فوقيك على طول، والراجل ده كده اللي هو اول كوفيشنت في الرول فوقيك على طول، وتبدا ايه بالنسبه له اللي فوقيه في الرول اللي جنبك ماينس اللي فوقيه في الرول بتاعك او في الكولوم يعني بتاعك. هنا تروح قايل له خلاص يبقى ده في اللي جنبك ماينس اللي فوقيه في وهكذا. وفي الاخر بعد ما تطلع الارقام كلها لغايه توصل لزيرو، هتلاقي في الاخر ان هي زيرو زي ما انت شايف لغايه ما الكوفيشنز دي بتخلص يعني. بتشوف انا عندي في كام تشينج في الساين يعني من هنا لهنا. دي كانت مثلا بوزيتيف، دي بوزيتيف، دي نيجاتيف مثلا، دي نيجاتيف، دي نيجاتيف. فده كده معناه ان الساين اتغير مره واحده بس، يبقى انا عندي ايه واي 1 رايت هاف بلين 4، ده طبعا يبقى unstable. لكن لو كلهم بوزيتيف يبقى مفيش رايت هاف بلين 4. في برضه حاجه تانية نسيت اكتبها حقيقة في السلايدز، وهي ان لازم الكوفيشنس دي كلها تبقى ايه، تبقى بوزيتيف او كلها نيجاتيف. يعني يا اما A4 اكبر من 0 و A3 اكبر من 0 و A2 اكبر من 0 و A1 اكبر من 0 و A0 اكبر من 0، او يبقى كلهم اصغر من 0 فاروح مثلا ضرب كل ده كده في نيجاتيف 1 او اطلع نيجاتيف يعني فوق، وتبقى كلها اكبر من 0 برضه في الاخر الايكوفالنس يعني 2 1. حلو الكلام؟ طيب في بس اتنين سبيشال كيسز، سبيشال كيسز كانت عليها مسائل في المحاضرات بس مش متأكد اذا كنا يعني مش فاكر ان لقيت يعني مسائل شبهها في الشيت يعني، بس هي فكرة ان مسائل الشيت فيها افكار برضو رخمة شوية، فاحنا على قدنا رازين نعدي كل الافكار برضو. هي سبيشال كيسز بس هي برضو ستريت فورورد شوية. ان انا ممكن وانا ماشي الاقي في رو اوف زيروز، فلو انا مثلا ماشي لقيت في البي دي مثلا طلعت زيرو ودي طلعت زيرو خلاص كلهم صفار، هعمل ايه؟ هكمل بعدها الاقي نفسي مش عارف اكمل لان هيبقى اللي بعدهم كمان صفار، فانا مش عارف. طب كده انا خلصت يعني، انا كده ما طلعتش غير اتنين روز، فانا مش عارف يعني ده كده يعني مفيش تشينج في الساينز هنا يبقى خلاص. لا يعني انت اصلا لازم تعدي على الروتس كلها، فلازم تكمل الكلام كله. فقال لك لا والله لو الموضوع كده بتعمل حاجه اسمها اوكسيلري ايكويجن. ايه الاوكسيلري ايكويجن دي؟ الزيرو ايكويشن دي ان انا بروح راجع للرول اللي قبليه، الرو ده مثلا، واروح واقف هنا، انا عارف ان اي كيوب اي 3 ده هو كوفيشنت الاس كيوب، والاي 1 هو كوفيشنت اس سكويرد، والزيرو هي كوفيشنت ايه؟ اس 0 او اس باور 0 يعني. لا سوري سوري سوري، احنا قلنا ايه دي الاود، فهنا الاي كيوب كوفيشنت الاي 3 كوفيشنت اس كيوب، والاي 1 كوفيشنت اس، والاي نود مفيش، والزيرو قصدي مفيش. فاذا انا ان جنرال سواء انا زيرو ثانوي هنا او هنا، انا بطلع على طول على الرول الفوقيه واروح ايه مكون من الجزيره كبيره. خلينا مثلا نجربها هنا عشان دي تبقى يعني اصعب شويه. لو مثلا انا ماشي ولقيت عندي ايه، لقيت عندي السي 1 دي طلعت زيرو، ما دام انا لسه ما وصلتش لاس زيرو المفروض ان انا ما يطلعليش زيرو، طب طلع لي هنا زيرو هعمل ايه؟ انا مشكله عندي ايه؟ المشكله ان انا مثلا لو جيت هنا اروح قايل ايه؟ هلاقي ان في صفار، فهلاقي كل الروز اللي بعدها زيرو. انت هتفتكر المساله كده خلصت، لكن في الحقيقه هي ما خلصتش. ليه في الحقيقه ما خلصتش؟ لان الطريقه دي كلها جايه من ايه؟ جايه من ان انا كل ستيب من دول بتشيك روت. عشان كده هو قال لك كل قلبه بتعرفك ان الروت اللي موجود ده مثلا رايت هاف بلين روت، او يعني الريل بارت بتاع بوست. فالقلبه دي بتشيك على روت، وانت عندك اس باور 4 يبقى انت عندك 4 روتس، يبقى لازم ان انا انزل اربع مرات. طبعا في ماثيماتيكال بروف للقصه دي كلها بس يعني لا يعنينا حاليا يعني. فانا كده يعني عملت جزء من الحل. فاروح قايل ايه؟ هرجع قبلها خطوه، اروح قايل بي 1 دي بتاعت اس سكوير، وبي 2 بتاعت اس باور 0. فاروح قايل له يبقى ده معناه ان الاوكسيلري ايكويشن هي بي 1 اس سكوير بلس بي 2. الاوكسيلري ايكويشن دي يعني الروتس بتاعتها بارت اوف ذا روتس اوف ذا هول سيستم. يعني هنا طلع في اثنين روتس، الاثنين روتس دول من الفور روتس بتوع سيستم كله عامه يعني، عشان النقطه دي احنا هنستفيد منها احيانا في بعض المسائل.
دي مثلا يقول لك طلع لي الروت وتلاقيها هي اس 4 وانت مش عارف تطلع روت، وممكن ساعتها تروح مطلعه من الاكزابي دي. طيب انا في الوقت ده هعمل ايه؟ هروح جايب الديفرنشيشن بتاع الكلام ده بالنسبه لاس، يطلع لي مثلا 2 بي 1 اس، والثانيه دي بقى خلاص مش موجوده. اروح حاطط بقى ال 2 بي 1 اس دي ايه؟ عند كوفيشنت اس، اروح احطها هنا وكده 2 بي 1 واكمل عليه. طريقة حل يعني ما فيهاش ليه وازاي مش فاهم، لو مش واضحة ممكن ترجع شوية أو تشوف لما الأبلاي الكلام ده في المسائل. طيب في مشكلة تانية ممكن تطلع لي، إن أنا يبقى عندي أول إيلمنت زيرو، مش بقى رو أوف زيروز، لا مثلا بيوند نفسها تبقى بيوند تاني مثلا. البيوند نفسها تبقى زيرو مثلا، ودي تبقى شغالة عادي. مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان انا عشان اجيب السي 1 هلاقي نفسي بقول A3 في ايه؟ A3 في B2 ماينس A1 في ايه؟ في B1 اللي هي بزيرو على زيرو، فاللي فوق ده مش هيطلع زيرو لكن اللي تحت زيرو. طب ايه انا كده انفينيتي بقى ولا انا هعمل ايه؟ هيروح قايل لك لا انت حط الزيرو دي ايبسلون مثلا، ويرز ايبسلون ده رقم صغير جدا، وكمل هيطلع لك ده فانكشن في ايبسلون، كمل برضه. تقول لي كده الدنيا هتكلكع مني، بقول لك مش هتكلكع قوي، انت هنا هتلاقي نفسك على طول 3 بي 1 يعني او بي 2، لانك هتبقى ايبسلون في 0 ماينس بي 2 في اف اوف ايبسلون على نيجاتيف اف اوف ايبسلون وفي نيجاتيف 4، فيطلع لك كده ايه بي 2. هي بس الاف اوف ايبسلون دي اللي غريبه شويه عندي، وغالبا مش هتبقى مكلكعه. طب خلاص انا خلصت، عايز اعرف ده عايز اشوف بقى في الاخر في روتس ولا. طيب انا مثلا من هنا لهنا كان بوزيتيف، ومن هنا لهنا ايه، ومن هنا لهنا ايه، ومن هنا لهنا ايه، ما انا مش عارف الابسلون. قال لك والله انا اللي بعمله ان انا ايه بستخدم الليميتس، بدل ما بعوض بزيرو بعوض برقم ابسلون، ابسلون ده ايه رقم صغير جدا قريب من الزيرو، ممكن تعتبر ان هو مثلا ايه 0.01، رقم بوزيتيف قريب من الزيرو تنس تو زيرو. وهو بالمنظر ده اروح اشوف اف الابسلون بقى ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف. اعرف ازاي؟ والله ممكن تاخد ليميت، ممكن تعوض بالكالكيوليتر برقم صغير، لازم يعني تمشيها مس يعني كما انزل يعني. ممكن تيجي تعوض تلاقي مثلا رقم بيابروتش البوزيتيف انفينيتي، مش مشكلتي انت اسمع عليه، لكن المهم ان هو ايه، ان هو بوزيتيف. بوزيتيف يبقى مثلا ايه مفيش شويه تعقيد كده، زي ما قلنا انا مش مهم، ما يهمنيش ارقام على قد ما يهمني بس التشينج ان ساينت. طيب كفايه كده شرح، نخش بقى في مسائل. دول ايه؟ دي ستريت فورورد قوي، فاحنا هنحل يعني كاكزامبل بس على الطريق يعني، ناخد مثلا اول واحده او يعني ناخد تاني واحده بس. هو بيقول تيست الاستابيليتي، بيقول لي ايه السيستم بيفولو ديفرنشال ايكويشنز دي. طيب طبعا هن ايه هنعمل لابلاس ترانسفورم للكلام ده، هيطلع لي دي كده واي باور 4 طبعا. ايه عشان انا عايز اجيب الترانسفور فانكشن بتاعت السيستم، فعشان اجيب الترانسفير فانكشن هاسيوم زيرو انيشال كونديشنز، فهقول اس باور 4 في واي بلس 2 اس كيوبد في واي برضو بلس 5 اس سكويرد في واي بلس اس بلس 2، كل ده كده في واي اوف اس بتساوي يو اوف اس. ترانسفير فانكشن هي ايه؟ اوتبوت على انبوت واي اوفر يو بتساوي واحد على الكلام ده كله. اذا هي دي هي مين؟ دي الدينوميتور بتاع الترانسفير فانكشن اللي هي كاركترستيك ايكويشن. يبقى دي اللي انا عايز اشوف، زي ما احنا شايفين هي اس باور 4 مش عارف احلها بالطريقه الايه كالكوليتر والكلام البسيط ده. هروح اقول له خلاص هابلاي الطريقه، هقول له ادي مثلا اس باور 4 واس كيوبد، واروح اعمل خط كده اخد الكوفيشنت بتاع اس باور 4 اهو 1، وبعد كده الكوفيشنت بتاع اس سكويرد 5، بعد كده الكوفيشنت اس باور 0 2، اس كيوب ده هاخد حط 2، بعد كده هحط كوفيشنت اس اللي هو اي 1 واحط هنا 0 عشان دي اس 4 0 كده اس سكوير. هبدا اعمل الدينوميتور، طبعا اول حاجه ايه كوفيشنت بوزيتيف، فانا خلاص انا عارف ان ده لسه لغايه دلوقتي هو ما اعرفش استيبل، لكن مثلا المنظر ده انا اول ما اشوف نيجاتيف دي اقول له ده ايه ده انستيبل. هو السؤال كله كده ان هو ده ستيبل ولا لا، ده على طول في نيجاتيف يبقى انستيبل. ودي برضه حاجة تبقى ليكم انتوا تحسبوا ترانسفير فانكشن يعني، لأن أنا شفتها وأنا بصحح يعني. ما ينفعش تلاقي مثلا إيه الواي مثلا أوفر إكس
تكون بتساوي جي على 1 ماينس جي، 1 ماينس جي دي كده ده انستيبل، فتراجع نفسك على طول. هو فعلا حاطط لي سيستم انستيبل كده صرفه، ده المفروض يبقى انستيبل غصب عني، مش وانا حاطه بايدي كده، فتبقى غالبا بوزيتيف بلس مش ماينس. المهم هنا اروح قايل له ايه، 1 تايمز 1 اوفر ماينس اهي 1 تايمز 1 ماينس ايه 5 تايمز 2 اوفر نيجاتيف اللي فوقيه اللي هو 2. وهنا هي زنقنا شويه يعني مش عارف ايه، دي هتبقى 1 ماينس 10 نيجاتيف 9 اوفر نيجاتيف 2 يبقى كام؟ 2 9 اوفر 2 يعني 4 اوفر 5. فخلينا نشيل ده كده عشان بس المساحه، يبقى دي ايه 4.5 مش 4 اوفر 5 ايه 4 اوفر 5. طيب هنا 1 تايمز 0 ماينس 2 تايمز 2 صح، يبقى ايه ماينس 4 اوفر ماينس 2 يبقى 2، وهنا طبعا 0. طيب اس هنعمل نفس الكلام تاني، 2 في 2 4 ماينس 4 ونص يعني نيجاتيف نص على نيجاتيف اللي فوقيه نيجاتيف 4 ونص. وهنا 0 ماينس 0 يبقى ايه، هنا 0 اس باور 0 خد بالك ده بقى بوزيتيف برضه نص على 4 ونص. هنا تبقى ايه حاجه تايمز 0 ماينس 2 تايمز الحاجه دي على ماينس الحاجه دي، دايما اس باور 0 بيبقى غالبا الايه كوفيشنت ده اللي هو ليه، تعالى نعملها بسرعه كده تاني 4.5 وبنعوض تايمز 0 ماينس 2 تايمز 4.5 سوري ماينس 0.5 اوفر 4.5 اوفر نيجاتيف 0.5 اوفر 4.5. فالزيرو دي هتطير، النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف، ده كله هيطير مع ده، يبقى لي بس كوفيشنت نفسه. طب تعال نشوف التشينج ان ساينز، مفيش تشينج ان ساينز، ده بوزيتيف ده بوزيتيف ده بوزيتيف ده بوزيتيف ده بوزيتيف، اذا السيستم ده ايه ستيبل. انا مش عارف عايز اكتبها ان ستيبل، ستيبل سيستم. طيب دي هي نفس الطريقه بالظبط، بس تبقى فيها رخامه شويه في الرسم بقى. هو حاطط لي الفيدباك لوب، كل فرق بس ان انا هجيب الترانسفير فانكشن بايدي اتكلك عليه شويه، بس هو بيقول لي هنا اختار كي 1 وكي 2 عشان تخلي سيستم ستيبل. فهقول له ايه، مبدئيا انا عارف ان دي جي ودي الاتش صح، انا عارف ان الترانسفير فانكشن هتكون ايه، هتكون بتساوي جي اوفر 1 بلس جي اتش. الجي بتساوي ايه خد بالك، حاجه على حاجه over 1 plus حاجة على حاجة اللي هما بتوع مين؟ سميهم مثلا A over B، A over B دول اللي هما مين؟ النيوميريتور والدينوميريتور بتوع جي اتش على بعضها، ممكن أضرب فوق وتحت في إيه؟ في B، تبقى B في حاجة على حاجة over B plus A، B اللي هو مين؟ النيوميريتور بتاع الاتنين حاصل ضربهم مع بعض، والA النيوميريتور بتاعهم هما الاتنين، يبقى أنا كده ممكن على طول وأنا مغمض أجيب الكاركترستيك إيكويجن من غير ما أجيب الترانسفير فانكشن في الايكويشنز عشان ما نضيعش وقت. تمام؟ فتاني عشان نتعود ما نضيعش وقت واحنا بنحل النوعيه دي من المسائل، لان المسائل دي مضمونه في الامتحان يعني، اقول له والله الكاركترستيك ايكويشن عباره عن ايه؟ هتجمع الدينوميتور والنيوميتور، النيوميتور كان كي 1 في 1 بلس اهو كي 1 ده في 1 ده بلس ايه اللي تحت مضروبين في بعض؟ اس في اس بلس 2 في اس بلس كي 2. كل الكلام ده بيساوي زيرو. طيب هو هنا بقى بيقول لي هو كي 1 وكي 2 بكام عشان يخليه ستيبل؟ طب تعالى بقى الاول خلينا نفكها لايه؟ للاسات بتاعتنا اس كيوبد بلس عندي هنا 2 اس وهنا كي 2 يبقى كي 2 بلس 2 في اس في اس اللي بره يبقى اس سكويرد بلس 2 كي 2 اس بلس كي 1 equal 0. دي كده الكاركترستيك ايكويشن بتاعنا بشكلها معروف. اول حاجه عايز الكوفيشنتس تبقى كلها اكبر من الزيرو، فاقول له كي 2 اكبر من زيرو وكي 1 اكبر من زيرو، وكي 2 اكبر من نيجاتيف 2 بس ملهاش لازمه لان هي اوريدي ما دام اكبر من زيرو تبقى اكبر من نيجاتيف 2. طيب وبعدين خلاص دي اول حاجه، بعد كده بقى مش كفايه طبعا ده يبقى ستيبل، لازم ان انا ابلاي راوث ويطلع لي كلام ماله، يطلع لي كلام ستيبل. طيب او نفس الكلام اس كيوت نزل بتاع
اس كيوب دي كوفيشن بتاعها 1، بعدين اس كوفيشن بتاعها 2k 2k 2، والاس سكويرد كوفيشن بتاعها k2 بلس اس، سوري k2 بلس 2، مفيش اسات بقى خلاص، والاس باور 0 k1. طيب والاس هعمل بقى ايه؟ دي نومريتور ابلاي بقى بنفسي، هتعرف k1 ماينس 2 k2 في k2 بلس 2 اوفر نيجاتيف اللي فوقيها k2 بلس 2. طيب وهنا في 0 ماينس 0 يبقى ده كده 0. طيب و s باور 0 زي ما قلنا ده في 0 ماينس الراجل ده في ده على نيجاتيف الراجل ده يطلع لي k1. طيب انا عايز يعني انا من هنا لهنا k2 بلس 2، انا عارف ان k2 اكبر من 0 يبقى ده كده كده بوزيتيف والراجل ده بوزيتيف، يبقى انا عايز بس اتاكد ان الاكسبريشن ده على بعضه بوزيتيف، يبقى ده الكونديشن التالت مع الاثنين كونديشنز دول بلويسهم كده يبقوا واضحين. تعالى نمسكهم كده على جنب اقول له يبقى k1، خد بالك بقى عشان هنا شويه ناس كده احنا ناسيين، ماينس 2 k2 في k2 بلس 2 اوفر نيجاتيف k2 بلس 2 ده لازم يبقى اكبر من 0. طيب انا كده كده ده ايه؟ اكبر من 0، يبقى احنا ممكن نشيل الدينوميريتور، بس ده معناه ان انا هضرب في الرقم اللي تحت، الرقم اللي تحت ده فيه نيجاتيف، نيجاتيف في حاجه انا عارف ان هي بوزيتيف، يبقى ده انا هضرب في نيجاتيف يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى المفروض اقلب على كواليتي، اروح شايل الكلام ده شيل ده كمان، بس هقلب الايه؟ هقلب الانيكواليتي اخلي الكلام ده يبقى اصغر من الزيرو. طيب النيجاتيف ده ممكن يوديه الناحيه الثانيه، يبقى ممكن ان انا برضو ارجع ايه اشيل دي مثلا بالايسر برضو مش مشكله، ونشيل النيجاتيف دي شيل الزيرو دي كمان، ونروح ايه موديين الدينوميتور سوري الترم ده كله الناحيه الثانيه، k1 لازم تبقى اصغر من الايه من الاكسبريشن ده. طيب خد بالك هو بيقول لي ايه؟ find the conditions و plot the region of stability. فهو مش كفايه بالنسبه له ان انت تحط الايه الكونديشن ده كده، وعايزك ترسم له رسمه يعرف منها يحط k1 و k2 كام. فانا كده المفروض اعمل ايه؟ المفروض يا معلم لو انا عندي رسمه كده جميله، لو ده مثلا دي الاثنين اكسيز واحد منهم k1 والتاني k2، زي مثلا ان ايه ده k2 ده k1، انا عايز اشوف الفاليوز قد ايه، يعني عايز رسمه تبين لي اختار k1 و k2 كام عشان يبقى ستيبل. طب انا عارف ان k1 و k2 لازم اكبر من 0، اكبر k1 اكبر من 0 يبقى انا كل ده كده معايا، k2 اكبر من 0 يبقى ده كله معايا، وعايز ايه انترسكشن ما بينهم. طيب عايز انترسكشن، يبقى انا الفور كوادرانتس دول ما يهمونيش، انا يهمني بس الايه كوادرانت الاولاني اللي هو اللي فوق على اليمين. خد بالك انا هنا بجيب انترسكشن لان انا عايز اشوف هما، عايز الثلاث كونديشنز يحققوا مع بعض، يبقى كل ده كده بقى معايا. عايز بقى احقق الكونديشن ده كمان على الرسمه دي، فاكرين حل الانيكواليتيز مع بعضها؟ مش عارف خدناها امتى ده. انا عارف ان اي نقطه في الربع ده في الكوادرانت ده هتكون دايما الكي 1 والكي 2 فيها اكبر من 0، عشان كده الاثنين دول بيحققوا الكلام ده، لكن فاضل لي بس الكلام ده. طيب واضح ان ده كيرف، يعني واضح ان دي فانكشن يبقى كيرف. فلو مثلا انا بقول ان كي 1 لازم تبقى اصغر من 2 وكي 2، يعني انا لو عندي في خط بيربريزنت ال 2 كي 2 دي كده، فاي فاليو تحتها بالنسبه لكي 1 يعني دي مثلا كي 1 ودي K2 فده كده 2K2، والK1 لو أصغر من 2K2 عند أي K2 هتبقى هنا، لو أكبر هتبقى فوقيها. طب عشان أحقق الكونديشن ده هيبقى شوية دول، فنفس الكلام أنا هرسم الكيرف ده وأي نقطة تحتيه تبقى هي دي كده K1 معايا. طيب الكيرف ده بقى بيترسم إزاي؟ هو مبدئيا يعني سكوير، يعني هو في K2 سكوير، هيحصل إيه؟ ذكريات بقى إعدادي، هي 2k2 squared plus 4k2، هنعمل ما يسمى بـ completing the square،
اروح قايل ده بيساوي 2 في K2 بلس ايه الحاجة اللي ممكن اعمل كده سكوير بلس رقم، هشوف الكوفيشنت اللي فيه K2 بس 4 اهو، 4 دي اللي هي 2 في 2، يعني لو حطيت هنا 1 هتبقى 2 في 1 في 2 هيطلع لي 4K2. يعني مش عارف انتوا فاكرين الكلام ده ولا لأ، واكشلي يعني لو انت تعرف ترسمه المنظر ده من غير ما هتعمل اللي انا بعمله ده قشطة، ممكن تعوض بكذا نقطة مثلا وخلاص. بس يعني ايه الطريقة صح، يعني ان انت مثلا هتروح حاطه على الفورم دي، فانت كده لو جيت فكيت القوس ده هيبقى K2 سكويرد في 2 اهي معايا، بعدين بلس 2 في 1 في K2 في 2 يعني بلس 4K2 اهي معايا، بس بلس 2 هروح قايل له ماينس 2، قال لي بقى بلس تبقى ماينس عشان يظبط ان الاثنين يكونوا بيساوي بعض. عملية ايه؟ completing السكوير او اكمال المربع كنا خدناها في اعدادي لو انتوا ناسيين. طيب بس انا دلوقتي بقى عندي expression بالمنظر ده، عارف ان ده كده بارابولا، وعارف ان هي بما انها positive بان K2 يعني مفيش، يعني دي كده positive يبقى هو طالع فوق كده. والنقطة المهمة بالنسبة لي هي عند الـ expression ده لما يساوي 0، ده بيساوي 0 عند K2 بنيجاتيف 1. طيب عند نيجاتيف 1 ده هيساوي كام؟ هيساوي نيجاتيف 2، يبقى النقطة دي مثلا كده معايا، هنا نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 1، وبعد كده الكلام ده كله هيساوي 0 امتى؟ أروح مثلا بيساوي دي بدي، ألاقي إن K2 بلس 1 بتساوي بلس أور ماينس 1، يعني K2 بتساوي بلس أور ماينس 1 ماينس 1، يعني يا إما عند 0 يا إما عند الاتنين، يبقى ده غير البارابولا طالع لفوق بيقطع الزيرو عند الزيرو عند الإيه؟ عند النيجاتيف 2. دي كده المفروض إن هي هنا كده عند ال، لو تعرف ترسمه من غير الكلام ده قشطة، يعني أنت ما عدتش هيحاسبك يعني، لكن المهم إن الكيرف شكله حقيقي شوية أنا عارف، بس إيه المهم إن هو كيرف شكله عامل كده. بس نحاول نرسمه بشكل نضيف شوية. طيب حلو أوي، مادام ده الكيرف بتاعي يبقى عشان أحقق الكونديشن عليه محتاج إيه؟ محتاج إن الـ K1 تبقى أصغر منه يعني تحتيه، أقعد بأرقام عشان تحسها شوية. يبقى كل اللي في الكوادرنت الأولاني وتحت الكيرف ده يطلع لي K1 و K2 ستيبل، هما دول كلهم ايه؟ دول كده اللي معايا. يبقى طبعا ممكن تروح راسم مثلا على الكيرف ده تقول له ايه؟ تقول له ده على فكرة هو 2 K2 K2 بلس 1 ولا بلس 2 بلس 2. تاني بقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا هو كان مديني بلوك ديجرام بسيط كده، طلعت من الجي اتش، طلعت رحت قايل الكاركترستيك ايكويشن هي النيوميريتور بتاع بتاع حاصل ضربهم على بلس الدينوميريتور بتاع حاصل ضربهم اللي هو ايه المنظر ده، سويته بزيرو، طلعت الاكسبريشن كله بقى كبولينوميال كده حلوه، حطيت كونديشنز ان كل الكوفيشنز تبقى اكبر من زيرو بما ان كده كده الكوفيشنز الكونستنت اكبر من زيرو، وبعدين رحت قلت له تعال نطبق راوس، طبقت راوس لقيت ان هم كلهم بوزيتيف ما عدا اكسبريشن واحد بس مش عارف هو بوزيتيف ولا لا. الاكسبريشن ده خدته على جنب، قلت ده امتى هيبقى بوزيتيف؟ لقيت ان في الاخر الكونديشن ده لازم يتحقق. الكونديشن ده انا رسمته، بس ده كل اللي انا عملته. رسمته ازاي؟ رحت قايل مبدئيا ده يعني معناه ان ال K1 اصغر من الكيرف اللي بيحقق الايكويشن دي، فده كده F of K2، يبقى K2 هي اللي على الاكس اكسس والكيرف هو اللي على الواي اكسس، عشان كده انا خليت ال K2 تبقى هوريزونتال. في الاخر رسمت الكيرف، رسمت الكيرف ازاي؟ زي ما قلنا ممكن ان انت ممكن اكشلي يعني ترسمه بطريقه تانيه، يعني ممكن تقول ان هو بما انه اصلا K2 في K2 فهو بارابولا بما انه K2 سكوير، واضح من منظره ان الزيروز بتاعته عند 0 وعند نيجاتيف 2، هو بارابولا عند 0 وعند نيجاتيف 2 وطلع لفوق، وتروح مرات تطلع كده لفوق من غير بقى تعمل كروبيزنج سكوير والخطوات دي كلها. كل واحد يعني حلها بطريقه تريحه، يعني المهم انت بس تعرف ترسمه يعني. طيب اخر مساله بقى هي نفس الفكره تقريبا بس ما رخم شوية. احنا لغاية دلوقتي على فكرة يعني ثيوريتيكلي احنا بنعمل نفس الحاجة، لكن الماث بس بيكلكع معانا شوية، لكن هو في الآخر راوس يعني. طيب بيقول لي ايه؟ مديني برضو بلوك دياجرام زي ما احنا شايفين، بيقول لي ديزاين اوف
turning control for track the vehicle involves selection of two parameters. انا عندي في اثنين parameters برضه انا عايز اعرفهم. Okay. The block diagram is shown where R is the desired direction of turning, the D of S is the disturbance. عايز condition على A و S او K sorry for stable operation. هو زي اللي فات بالظبط بس بدل ما كان 1 و K2 بقى عندي K و A. وعايز برضه يبلوت الايه؟ الستابيليتي. On the KA plane. اللي هو ايه؟ اللي هو الرسم اللي احنا عملناه. بعد كده بيديني شويه ارقام اعوض فيها. طيب نفس الكلام برضه هقول ان GH هي اللي هتطلع لي الكلام ده يبقى characteristic equation. هي مين؟ هي اقرا بقى كل اللي تحت مع بعضه S في S plus 1 في S plus 2 في S plus 5 plus K في S plus A. فك الكلام ده، فكه ازاي؟ رخم شويه صح؟ رخم. طيب مبدئيا ال ده اس مضروب في 3 اقواس، هو كده اس باور 4، بعدين بتاخد ايه الكوفيشنت اللي في اول واحد منهم اللي هو 1، بعد كده بلس مين بقى اللي اس كيوبد؟ هتاخد كل قوسين مع بعض، كل قوسين مع بعض. هتعملها ازاي دي؟ ان انت هتروح قايل مثلا اس في اس في اس في 1 وبعدين اس في اس في اس في 5، يبقى هتجمع الثلاث ترمات دول 5 زائد 2 زائد 1 يعني 8 اس كيوب بلس هتاخد كل 2 تضربهم تجمعهم يعني 1 في 2 ب 2 بعدين 1 بعدين 2 في 5 10 يبقى 12 بقى 5 في 1 ب 5 5 زائد 12 يبقى 17 اس سكوير. انت ممكن يعني براحتك ممكن تحلها على مرتين على فكره، ممكن تروح قايل مثلا اس S plus 1 في تفك الاثنين ده مع بعض يبقى S squared مثلا plus 7 S plus 10 عادي هيطلع لك نفس الكلام يعني. طيب بلس فاضل لي ايه؟ ال S هتضرب 3 في بعض 5 في 2 في 1 يبقى 10 في S، وهنا عندي K S يبقى K plus 10 S plus K A equals 0. كل coefficients positive ما عدا 2 مش معروفين، يبقى انا كده عندي K plus 10 أكبر من 0 يعني k أكبر من نيجاتيف 10 وعندي k a أكبر من 0. ده معناه إيه؟ إن أنا عندي حلين، إن k أكبر من 0 and ال a أكبر من 0 أو إن ال k أصغر من 0 and ال a أصغر من 0. محدش يقول لي أنا ريجكت حل النيجاتيف عشان حلول النيجاتيف عادي جدا ممكن تطلع منها ما دام مش هيعمل لي انستيبل، احنا لسه بنشوفه هيطلع لي حاجات ستيبل ولا انستيبل. طيب لسه محتاج اطبق اكتر. تعالى نطبق اكتر. اروح قايل دلوقتي والله اهو اس بس المشكله مزنوق في المساحه، انا عايز تعالى طب ننقلها هي اس تو ذا باور اوف 4 بلس 8 اس كيوبد بلس 17 S squared plus K plus 10 S plus K A equals 0. تعالى كده نتأكد. حلو قوي. راح قايل له ايه؟ خليني اسف كده صح دي. راح قايل له ايه؟ اقول له يبقى انا عندي هنا S power 4 واحط coefficient ادي 1 17 K A. طيب S cubed دايما وزع على نفسك مساحه بقى عشان الباورز الكبيره دي بتبقى فيها اكسبريشنز كبيره شويه 8 بعدين باور الكوفيشنت بتاع اس اللي هو كي بلس 10 وهنا ايه مفيش حاجه. طيب اس سكويرد هنطبق الايه البتاع ده نقول له كي بلس 10 ماينس 17 تايمز 10 صح كي بلس 10 ماينس 17 تايمز 10 تايمز 8 سوري اوفر نيجاتيف 8. الكلام ده بيساوي ايه؟ محتاجين نسمبليفاي عشان لسه هتكلم عن اكتر. نمسك الكالكيتر كده نقول مثلا ايه 10 ماينس 17 تايمز ام تايمز 8 تبقى 1 ايه 126. يعني نشيل الكلام ده بقى ونقول ايه ونقول هتبقى 126 ماينس K over 8 الديتنيتور اللي تحت هناك هنا هتبقى 1 تايمز 0 ماينس KA over تايمز 8 over
يعني تبقى 1 تايمز 0 ماينس كي اي تايمز 8 اوفر ماينس 8، فتبقى كي اي برضه. طيب كمل، ادي اس هتبقى 8 كي ماينس 1 2 6 ماينس كي كي بلس 10 اوفر ثواني معلش، هي 8 كي ماينس الكلام ده اوفر 8 كمان اوفر بقى الاكسبشن اللي فوق ده بالنيجاتيف، كي ماينس 126 اوفر 8. طيب كل ده كده بتاع اس. طيب واللي جنبه، اللي جنبه هيبقى a تايمز 0 ماينس a تايمز 0 يبقى ده ايه؟ يبقى 0، يبقى دي كده اهو، خد بالك. بعدين s باور 0 نفس الكلام، هتطلع ايه؟ هتطلع كي ايه. تمام. هنتصرف ازاي بقى؟ طيب انا عارف ان دي يعني كلها ايه بوزيتيف، فانا همشي برضو هنا اقول ان هنا بوزيتيف، يبقى انا عايز من هنا هنا تبقى بوزيتيف عشان يبقى ستيبل، ومن هنا هنا تبقى بوزيتيف عشان ستيبل. اول حاجه هقول يبقى انا عايز 1 2 6 ماينس كي اوفر 8 تبقى اكبر من الزيرو، يبقى عايز الكي تبقى اصغر من 2 6. ادي دي ايه؟ ده كده كونديشن. الكونديشنز اللي فاتت كانت ايه؟ كانت ان كي اكبر من نيجاتيف 10 تمام، وكان ان انا عندي كي اكبر من 0 و a اكبر من 0، او كي اصغر من 0 و a اصغر من 0. keep in mind بس ايه conditions التانية. اخر حاجة بقى الكركعة الكبيرة دي عندي 8k a minus 1 over 8 1 2 6 minus k k plus 10 كل ده over k minus 1 2 6 over 8 عايز يبقى اكبر من الزيرو. الاكسبريشن اللي تحت ده positive ولا negative؟ انا عارف ان k اصغر من 1 2 6 يبقى ده كده negative، يبقى لما اجي اضرب فيه، لما اجي اضرب في الدينوميتور عشان اطيره، انا كاني بضرب في حاجه negative، يبقى هقوم ايه؟ هقلب inequality برضه. طيب وبعدين، بعدين برضه اروح مودي الناحيه التانية الراجل ده، فهقوم شايل الاصغر من والزيرو وشايل النيجاتيف ده، واقوم ايه، اقوم حاطط الاصغر من هنا علامه الانيكواليتي. هلاقي ان انا سهل قوي افصل الايه، هلاقي في الاخر ان انا اقدر احط كونديشن ان الايه تبقى اصغر من 126 ماينس كي في k plus 10 over 64k. فهنا كده ايه؟ ده الكونديشن التالت بتاعنا. هو عايزنا بلوت. هبلوت انا ازاي بقى المنظر ده؟ طيب واحدة واحدة، هو بيقول لي k ايه بلين؟ مبدئيا ما دام ده فانكشن في k يبقى يفضل زي ما قلنا ايه؟ اخلي ال k تبقى هي على الاكس اكسس. وال a تبقى على ال y axis. خلينا ناخد أول حل، أنا عارف إن k أكبر من نيجاتيف 10، خلي مثلا نيجاتيف 10 دي هنا عشان أكون كبيرة شوية، وأصغر من 126. طيب وخلينا نقول دلوقتي إن k أكبر من 0 و a أصغر أكبر من 0. أنا كده عايز أرسم المنظر ده، تعال ناخد المنظر ده على جنب كده، هو هيطلع إيه؟ تعال نفك اللي فوق، هيطلع لي نيجاتيف كي سكويرد بلس ده كده 126 كي ماينس 10 كي 116 كي، بعدين اخر قوس بلس 1260 اوفر 64 كي يساوي نيجاتيف 1 اوفر 64 كي بلس 116 اوفر 64 بلس 1260 over 64k. واضح كده ان هو ترم حاجة على كي وترمين تانيين لينير،
طيب ما دام ده حاجة على كيب، أكيد أنا عند الكيب زيرو هروح لإنفينيتي. هنا بقى مش هنمشي بقى إيه بارابولا بقى والكلام ده، إحنا بالفهلوة كده. لو أنا حطيت كيب زيرو هروح لإنفينيتي. طيب لو خليت الكي الكي مثلا لو عوضت عنها بوينت زيرو وان هلاقي رقم بوزيتيف كبير جدا، ده معناه إنها هنا كده بنزل لتحت. طيب لو عوضت برقم نيجاتيف بوينت زيرو وان هلاقي رقم نيجاتيف كبير جدا برضه، يعني انا برضه جاي من هنا لقيت انفينيتي. حلو. طيب هشوف بس الزيروز بتاعت الراجل ده فين، شوف الزيروز بتاعت الراجل ده فين، تقعد تعوض كده بكام رقم هتلاقي في الاخر ان انت عند الكي بماينس 10 وعند الكي ب 126 الاكسبريشن ده كله بيروح لزيرو. هي اكشولي انت ممكن من غير ما تعوض في ارقام تاخد الاكسبريشن ده نفسه وتحله في الكالكوليتر اهو، جميله، تفتح تقول له ايه عايز احل كوادراتيك ايكويجن، كوفيشنت الاولاني نيجاتيف 1، كوفيشنت الثاني 116، كوفيشنت الثالث 1260، هيطلع لي اهو 126 ونيجاتيف 10 بالظبط. ده معناه ايه؟ معناه ان دي بتطلع كده لغايه ما تخبط عند النيجاتيف 10، ودي بتنزل كده من عند انفينيتي لغاية 126. يبقى انا لو هاخد ان كي اكبر من زيرو وايه اكبر من زيرو يبقى الحل ده معايا، لان ايه المفروض تبقى اصغر من الكلام ده، المفروض تبقى تحتيه. طب لو كي اصغر من زيرو وايه اصغر من زيرو، بقى ده حل تاني. هنا هقول ايه بقى؟ هرجع لنفس الحالة دي تاني، همشي بنفس الخطوات، بس لما اجي اقسم على الكي هنا، لما يقول بقى الكلام ده على 8K، الكي بقت اصغر من زيرو، فانا بقيت بقسم على حاجه نيجاتيف، فالقوس ده هيتقلب او العلامه دي هتقلب اكبر من زيرو، سوري الاي اصغر من زيرو. عارف الحته دي بتلخبط شويه، كله بيبقى في حاجات زي كده يعني، مش مبقاش فيه يعني كالكعب، هي بس تبقى شوية حاجات تريكي كده. فلما ال A أصغر من 0 بقيت بقسم على K نيجاتيف، يبقى إيه؟ بقت أكبر من الكيرف، الكيرف أكبر من الكيرف تبقى إيه؟ بقت فوقيه، يبقى كل ده هو الريجن إيه اللي عندي. طيب نكمل المسألة، بيقول لي if the value of A is selected to be A equal 1، اللي هبقى بلون تاني مثلا نعملها هنا كده، فاضل جزء صغير يعني، أنا عارف أطولت شوية النهاردة. لا عايزينها بالأحمر. بيقول لي أنا خليت اخترت إن A بت equal 1، وبعدين يا عم اختار gain result in a stable operation و find the value of k that gives the critically stable system و find the frequency of oscillation. طيب هو عايز k تخليه stable عشان يبقى stable وعشان يبقى critically stable. طيب انا عارف ان هو وعايز بقى كده حاجه اسمها frequency of oscillation، دي خليها دلوقتي يعني هنعدي عليها، هنقولها بس بعد ما نخلص الاول. اللي تخليه stable انا عارف ان كل الرينج ده معايا، فبما انه بيقول لي ان ال A بتساوي واحد يبقى هو اكيد قصده ايه؟ اكيد قصده مثلا لو انا خليت ال A دي بواحد مثلا، اخترت ال value واحد دي وقفت هنا كده، فكل الكهات دي معايا من اول زيرو لغايه، مش من اول زيرو كمان، لا هي عشان بس الاي بواحد يعني، فانا لازم ابقى كي بوزيتيف زيها، هي لغايه الفاليو دي، وعند الفاليو دي هتبقى ايه؟ تبقى كريتيكال ستيبل. فانا ممكن اشوف الفاليو اللي هو اللي الكي بتبقى كريتيكال، اللي السيستم بيبقى كريتيكال ستيبل عندها، واقول له دي الكي كريتيكال، واي حاجه اصغر منها يعني الكي لو اصغر اكبر من زيرو اصغر من كي كريتيكال هتخليه ستيبل، لو بتساوي كي كريتيكال هتخليه كريتيكال ستيبل. طب كي كريتيكال بكام؟ هي النقطة على الكيرف ده يعني، انا بمنتهى البساطة هخلي الاي هنا بواحد واشوف الكي بكام، فايه ده معناه ايه؟ هخلي 64 بقى كي بت ايكوال نيجاتيف كي سكويرد بلس 116 كي بلس 1260. هتوديهم الناحية التانية وهتحل المسألة الإيكويشن دي على الكالكوليتر، هيطلع لك إن K critical تساوي 70، وبالتالي فهتشيل الرقم ده
هتقول له ايه؟ هتقول له 70. طيب اخر حاجه بقى بيقول لي فريكونسي اوسيليشن. ايه موضوع فريكونسي اوسيليشن ده؟ مش احنا عارفين ان هو مدام كريتيكال ستيبل يبقى هو مطلع ساين او مطلع يعني اوسيليشن ساستيند اوسيليشن، هو عايز الفريكونسي ده كام؟ طيب قبل ما نفكر بقى في السكند اوردر سيستم والزيتا اوميجا ان، الكلام ده كله كان على السكند اوردر سيستم معروف، لكن احنا هنا عندنا اس وصل لباور 4 يعني ما تجريش قوي على الحل ده. امال ايه طيب؟ ما هو الاوميجا اللي هنا دي هي جايه من الاسات، مش احنا كنا بنقول ان الاساس ان انا لو عندي بول اس بي هو يطلع لي اي تو ذا اس بي تي، وكنا قلنا ان الاس بي دي لو الريال بارت بوزيتيف ده معناه ان انا عندي اكسبوننشال بوزيتيف، فاكيد لو انا الايماجينري بارت بتاعي ان كان بقى بكام هو عبارة عن e to the j omega t، يبقى الأوميجا دي هي مين بقى؟ لكن معناه إن الريسبونس بتاعي يعني أنا لو عندي بول اس بي يبقى البول ده الإيماجينري بارت بتاعه هيربريزنت إيه؟ هيربريزنت e to the j omega t اللي هي ساين ساين أو كوساين يعني الفريكونسي بتاعتهم أوميجا، بس الفرق إن الريال بارت كان بيحدد الأوسيليشن ده هيموت ولا إيه؟ ولا هيجرو ولا هيبقى ساستين؟ يبقى انا كده محتاج اروح اشوف البولز الرايت هاف بلين لما اختار الكي كريتيكال دي اشوف الاوميجا اللي فيها كام. خد بالك هي مدام كريتيكال يبقى ايه؟ يبقى البول الريال بارت بتاعه بزيرو. النقطه دي يمكن احنا ما قلناهاش واحنا بنراجع، ان انا في الاخر عندي مثلا لو ده الاس بلين فانا لو البولز بتاعتي هنا يبقى دي ايه الريال بارت، الريل بارت نيجاتيف، الايماجينري بارت ايه مش مهم، ما دام الريل بارت نيجاتيف يبقى ده ستيبل، لو الريل بارت بزيرو يبقى ده كريتيكال ستيبل، لو الريل بارت هنا بوزيتيف يبقى ده ان ستيبل. لو انا كريتيكال ستيبل يبقى انا عارف على طول ان البولز الريل بارت بتاعها بزيرو، يبقى اعمل ايه؟ هقوم انا كده المفروض اعوض بالكي، كي كريتيكال دي اللي هي 70 في الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي. ارجع بقى احنا حطينا فوق اهي كده 70 هيطلع لي ايه؟ والايه بواحد هيطلع لي بقى ايه 70 بلس 10 يعني 80 اس بلس 70 ايكوال 0، واروح اشوف البولز الاربعه اللي عندي دي هي موال، انا مش عارف احل برضو الايكويجن وراوث مش بيحلها، بس لو تفتكروا احنا قلنا ايه؟ قلنا الاوكسيلري ايكويجن دي جزء من الايكويجن جزء من الحل، يعني الاوكسيلري ايكويجن بيبقى فيها برضو روتس، فانا ممكن اطلع اوكسيلري ايكويشن من هنا تبقى سهله، تختار مثلا الرودا تقول الرودا انا هجيب الاوكسيلري ايكويشن بتاعته هعوض معايا ارقام دلوقتي، هتعوض بقى ازاي؟ 126 ماينس 70 يطلع لي كام؟ اوفر 8 طبعا يطلع لي 7 تقريبا، شوف كده معايا 126 ماينس 70 اوفر 8 اهي يطلع لي 7، وطبعا هنضرب في اس سكويرد بلس كي اي اللي هي 70 تايمز 1 في اس بار زي ايكوال 0، وطلع لي بقى الايه الروتس من هنا هيطلع لي ان اس بتساوي بلس اور ماينس روت 10، والاس هنا هتساوي ايه نيجاتيف روت 10 او روت 10 جي يعني، والاس هنا هتساوي اصلا بلس اور ماينس جي اوميجا لان انا عارف ان انا ايه كريتيكال، يبقى انا كده عرفت ان الفريكونسي اوف اوسيليشن اوميجا اوسيليشن بتساوي ايه روت 10 راديان بير سكند. طبعا هو رقم مش واقعي شويه، احنا المفروض الفريكونسي ده يبقى بالميجا والجيجا، بس بيبقى غالبا يعني يا اما ارقام مش حقيقيه يا اما السيستم كله نورمالايز مثلا لحاجه مثلا يونتس بالميجا هرتز مثلا. طيب كده احنا غطينا يعتبر مسائل تقيله اللي في الشيت، وكده يعتبر خلصنا الجزء بتاع دكتور احمد اسماعيل. تاني اقول لكم هو السكشن معلش كان طويل شويه النهارده، بس عشان نغطي كل الحاجات اللي انا عايز اقولها يعني، سواء كونسبتس وفاهمين يعني استابيليتي اصلا، او برضو نعدي على افكار المسائل التقيله شويه. اللي جاي زي ما بقول لكم كده تاني برضو يعني السكشن ده اللي فات بلوك دايجرام ريدكشن والستابيليتي، اللي جايين حاجات شبهها كده بتروح واخد اتعلم فكره معينه وتكنيك كده معين عشان تستعمله بعد كده في كنترول، وبن ابلاي طريقه دايركت على طول على شويه مسائل شبه الكلام ده في المحاضره وتبقى الدنيا لذيذه. بس سوري ان طولت عليكم، وزي ما قلت لكم اللي عنده اي سؤال ممكن يبعت لي ثرو الميل او الفيسبوك.
ممكن اعمل لكم مثلا حاجه فور ديسكشن كده في بلاك بورد مثلا او حاجه. بس، والسلام عليكم.